اه ده ده سوبرفيشال سيبرا، ستة سوبرفيشال سيبرا وخمسة اكزيلري، ستة سوبرفيشال اللي هو الاكسترنال جدع اكسترنال برضه ده مين جدع دول اتنين وتلاتة؟ لينجوال وانتيريور اللي هي كده ثلاثة ده هيبقى الانتيريور ازمة. ايوه واللي وراها هيبقى لينجوال. عرفت الفرق؟ انا خلاص شفتوا انتم؟ انا من لينجوال. طب دي صور اللي لما نشوف الاول. طب دور تعالى نقول لما عادي حركة نشوف وبعد كده سبعة ايه؟ سبعة الارض ده شايفة الارض ده سبعة وبيتقسم لستة وخمسة. سبعة دول اكسترنال كارب. ستة سوبرفيشال تمبر خمسة الارتري بيطلع من تحت شوية بس هو مش موجود هنا، بيطلع من تحت شوية بس هو اتقطع هنا. طيب شايفين بقى النيرف رقم اتنين وتلاتة؟ ثلاثة داخل جوه الفرامل وبعد كده داخل جوه المندبل صح؟ شايفة النيرف اصلا؟ اه شايفة اتنين. طيب شايفة اتنين وتحتيها ثلاثة. الالفيولر اللي هو اللي تحت ثلاثة واثنين اللي هو اللينجوال صح؟ يعني علامتك تشوف النيرف اللي داخل وده عارف شفته ولا ايه؟ اللينجوال شايفه اثنين؟ شايفه ثلاثة؟ ده ثلاثة داخل خالص في انما اللينجوال ميديال له شوية لان هو رايح للطنج. طيب مين يا جدعان 28 دي سهلة خالص بقى اهو 28 انفرا اوربيتال نيرف وبسل دي سهلة خالص. انفرا اوربيتال نيرف وبسل ماشي بس ما هو على وش رقم هو متغطي فشل في نيرف اهو في نيرف فوق بس ما يعني صغير خالص مش عارف ايه حتة صغنونة خالص صح هيتلون يعني مش شرط ما هو كل الفيتشر ان هو ساعات بتتقطع. طيب رقم 23 و22 23 دي ايه؟ رقم أربعة. أربعة البطل. أربعة. صح ولا؟ فين أربعة؟ صح. لاترال تريجويد وواحد وعشرين ميديا تريجويد. بالراحة كده شوفوا أنتم شايفين رقم أربعة؟ شايفين اثنين وثلاثة؟ فين رقم أربعة؟ ده لاترال تريجويد. شايفين واحد وعشرين؟ ميديا تريجون شايفه 2 3 تحتيها 21 اللي تحت هي الميديا تريجون واللي فوق رقم 4 فتره نزلت كده مش عايزه نزلت كده من تحت شايفه رقم 4 ورقم 21 21 انها طالعه من تحت شويه يبقى هي ميديا تريجون و4 اللي فوق هي اللاترال تريجون ماشي كده كده أربعة لاترال تريجون لانها فوق حتى اصلا ماسكه في التريجويد فوفيا بتاعه المندبل المفروض المندبل ده طيب مندبل مقصوص من هنا ايوه مقصوص طبعا طبعا دي خلاص 6 و23 23 دي تمبرال و6 سوبرفيشال تمبرال فيسلز ودول خارجين من الاوبر بول اوف ذا باروت الجلاند ماشي يا شباب 30 ده